يا اسلام، قديش احنا فخورين فيك وفخورين انك بهذا العمر يعني حققت هذا الانجاز المميز وهي الانجازات المتتاليه من كان عمرك 13 سنه لليوم، وبنستنى منك مستقبل مشرق وكبير. خلينا نرجع لموضوع الابحاث العلميه اللي قمت فيها، ومن ضمنها البحث العلمي الخاص بالطاقه البديله وكيف تقدر تحافظ على البيئه وتقلل وتتخلص من النقل البترولي. حدثنا عن هذا البحث اللي قمت فيه واللي تأهلت فيه لنهائيات العالمية في المسابقة. الفكرة عموما ان الفكرة اسمها اسلا. طب نبدأ بالاول نقول ليه اسلا. هو اول ما شخص فكر في الطاقة عموما بس بشكل فعلي وشكل تطبيقي اكتر هو نيكولا تسلا. نيكولا تسلا ده شخص عظيم جدا، ممكن احنا وهو كان عايش ما كانش بيقدر ينشر ابتكاراته بشكل كويس، بس بعد ما توفى قدرنا نعرف اهميه اللي هو عمله، من ضمنها كان الدي سي موتور، نظريه الطاقه الكهرومغناطيسيه. الطاقه الكهرومغناطيسيه ده كنز موجود، فانا من كتر حبي فيه تمام وحبي في ان انا عايز اطور الانظمه الموجوده عشان خاطر اخدم البيئه، فبالتالي قدرت اعمل دمج بين الاثنين ان انا عايز انشر النقل الاي فيز اللي هي السيارات الكهرباء عموما او النقل الكهربي عموما في الدول الناميه. ليه الدول الناميه؟ عشان الدول الناميه هي اللي محتاجه ده، مش الدول الكبرى، الدول الناميه هي اللي محتاجه نقل كهربي. فبالتالي اشتغلت على الفكره من اكتر من زاويه ومن اكتر من مكان، وعلى مدار 7 سنين بقى تطورت. والفكره مش ان انا حققت انجاز او كسبت، انا عن نفسي ما بعتبرش ان انا حققت اي انجاز لحد دلوقتي، لسه صغير ومسقط برضه، دخلت برضه لسه والعمر كله سن معين الله يخليك. بس الفكره دلوقتي ان انا عايز اكمل لقدام، عايز اكمل اقول البيئه لا مش ده اللي هيخلي، بس لا عايز اوصل رساله دلوقتي ان لا البيئه احنا محتاجين نهتم بيها اكتر، مش من مشروع اسلا، مشروعات تانية كتير. احنا شباب في الوطن العربي مش هقول في مصر، يعني انا اعرف ناس كتير من الوطن العربي عموما بنشتغل كلنا مع بعض في اكتر من مسابقه سواء في الوطن العربي او بره الوطن العربي. الفكره ان احنا عايزين نعمل حاجه نقول احنا موجودين، احنا كوطن عربي مش كمصر، احنا موجودين اي نعم في مصر ومنتدى شباب العالم في مصر موجود في مصر، بس برضو احنا نقول احنا وطن عربي، هنفضل وطن عربي. فدلوقتي احنا بنقول بالنسبه لمصر بقى الشاطئ الاسكندريه مثلا على سبيل المثال، بيقول في تقارير بتقول بقى خلال 100 سنه هيضطر يختفي بسبب الانبعاثات الكربونيه دي. فالحل ايه؟ فلازم مصر يكون ليها زي ما في حاجه اسمها مؤتمر شباب العالم، لازم في حاجه تدعم مساهمه لازم احنا نبدا، لازم احنا نقول احنا موجودين، احنا اللي هنتاذي بعدين بعد 50 سنه ولا حاجه ولا 60 سنه، لا يلا نبدا نطور النقل عشان خاطر النقل الكهربي هو من اكبر حلول مشاكل البيئيه، عشان خاطر النقل البترولي هو اكبر مصدر للانبعاثات الكربونيه. طيب مع المصانع.